طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. موقع بوست: حصاد 2017 في اليمن معاناة وأزمات تحت وطأة الحوثي. ومن يمن مونيتور يقول: 2017 كان قاسيا على اليمنيين. العربي الجديد: الحرب والشتاء يقسوان على أيتام صنعاء. ومن البيان: ظاهرة فلكية غريبة في أول يوم من عام 2018. أهلا بكم في آخر حلقة لعام 2017، وفيها سنعرج على حصاد العام الفائت وأمنيات الشعب اليمني للعام الجديد، والذي تزداد معاناتهم أكثر فأكثر في ظل إصرار ميليشيات الانقلاب، كما يقول الموقع بوست، على فرض سطوتها الأحادية بقوة السلاح. ها هو عام جديد يأتي وسلطة الميليشيات ما زالت تجثم على صدر كل مواطن يمني، ينشد الحياة ويتعشم الأمل حتى اللحظة دون جدوى. ويضيف الموقع تحت عنوان حصاد 2017 في اليمن معاناة وأزمات تحت وطأة الحوثيين: تعاني العاصمة صنعاء ومثلها بقية المحافظات اليمنية التي ترزح تحت ميليشيات الانقلاب من أبسط مقومات الحياة اليومية. فالكهرباء نزحت قبل قرابة العامين ونيف، وحلت محلها المولدات الخاصة والطاقة البديلة، وانقطع مشروع المياه بشكل تام دون مبرر رغم وجود الآبار الكافية من المخزون المائي. أما المحروقات تشهد اختفاء مدروسا بالتزامن مع انتشار براميل السوق السوداء في الأزقة والشوارع دون رقيب أو حسيب. وقطاع القضاء والصحة بلغ رقما خياليا في منسوب الفساد المالي والإداري. وللعام الثاني على التوالي يعمل موظفو الدولة بدون مرتبات، ويتهم من يطالب براتبه بأنه طابور خامس. يساند التحالف العربي، وقد تصل عقوبة هؤلاء إلى السجن والفصل من الوظيفة العامة. موقع يمن مونيتور تحدث أيضا بأن عام 2017 كان قاسيا على اليمنيين، زادت خلاله التباينات بين أطراف الصراع، وذهبت البلاد نحو دوامة جديدة من العنف محاور عدة داخل تحالفات الحرب بالبلاد، وانجرفت الحرب نحو مصير مقلق مع غياب لأي تحضيرات لعملية سياسية. من ناحية اقتصادية، انهار الريال اليمني بحدود الضعف عن العام الذي سبقه، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يقرب من 100%، وفاقمت أزمة المشتقات النفطية من الأزمة الإنسانية في البلاد. أما الحالة الإنسانية والصحية فقد تفاقمت بشكل كبير خلال عام 2017، وأصيب نحو 1,000,000 يمني بالكوليرا، وتوفي نحو 2,200 شخص. ومع زيادة جهود مكافحة هذا الوباء، بدأ وباء الدفتيريا بالانتشار وسط اليمن، وأدى مع نهاية العام إلى وفاة 35 شخصا وإصابة قرابة 600 شخص. أما أبرز التطورات، كانت قتل الرئيس السابق اليمني علي عبد الله صالح برصاص حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر. وظل صالح في السلطة 33 عاما وتحالف مع الحوثيين خصومه القدامى منذ 3 سنوات. بالإضافة بأن العام 2017 شهد تطورا كبيرا لسلاح الحوثيين، حيث استهدفت الجماعة للمرة الأولى العاصمة السعودية الرياض في 4 نوفمبر و الثانية في 19 ديسمبر. وبالرغم من أن السلطات السعودية أعلنت التصدي للصاروخين الباليستيين، إلا أن الاستهداف بحد ذاته تطور كبير لسلاحهم. فتحي أبو النصر كتب مقالا بعنوان: خلاصة المغامرات والمفارقات، نشره في يمن مونيتور، وقال فيه إن المغامرات والمفارقات المأساوية الفظيعة أودت بالدولة، كما أثخنت المجتمع للأسف، بل وصنعت مآزق وأزمات وطنية جديدة. وأضاف: لا أغبى من الحرب التي لا يمكن البناء عليها سياسيا، الحرب الممعنة في خسارتها وطيشها والموغلة في عدم فوزها مع سبق الإصرار، الحرب المزدوجة على الحاضر والمستقبل معا، الحرب غير المستساغة على الصعيد الشعبي، لأنها ليست من أجل الدولة والمواطنة، إنما من أجل الاستبداد والاستغلال.
حرب المكابرات والمغامرات والأمزجة الهوجاء والمساعي العمياء التي بلا أفق، لكن من يديرون الحرب يصابون بالزهايمر ويعجزون عن التفريق بين الماضي والحاضر والمستقبل، لكنهم يتحاربون فقط، بل ويعتقدون أنهم يسلون على الشعب المتعوس الذي جعلوه رهينة لحروبهم. لقد كان السيناريو بالمقام الأول ضد الإصلاح والسلفيين، لاقى ترحيبا إقليميا وأمريكيا، بينما لكل جهة أجنداتها الخاصة، غير أن إيران كانت قد هندست للعب دور أساسي في هذا السيناريو بضوء أمريكي أخضر كذلك، على أن صالح استغل السيناريو جيداً لإعادة التموضع، بمقابل أن الحوثي استغله بدأب للبحث عن فرصة تموضع لا تتكرر، ثم اتحد ضد هادي والجنوب وتعز وبقية القوى بعد أن جاهر بتحالفهما أمام العالم. وبعدها بالطبع بدأ السيناريو الثاني الذي لم يتوقعه أحد، إذ مع إعلان إيران دخولها في الخط استقوى الحوثي على صالح مستغلاً تقوض كيانية الدولة وشرعيتها، في حين أن السعودية لم تغفر لصالح أبداً تغلغل إيران إلى هذا الحد. ثم سيناريو ثالث أصبح يتشكل في الأفق، سيناريو سيكون أكثر دموية ودرامية، يقود فرقاء للالتقاء ويقود حلفاء للافتراق كما يبدو جلياً. وفي نهاية العام الحالي وبداية العام الجديد، العمليات الانتحارية تحظر بقوة هذه المرة في محافظة شبوة، حيث قال مسؤولون في قيادة قوات النخبة لموقع عدن أنهم أحبطوا هجوما انتحاريا كان شابا بصدد تنفيذه. وبحسب المسؤولين فقد استطاعت قوات النخبة الشبوانية محور عزان، وبناء على معلومات استخبارية من التعامل مع أحد الإرهابيين الذي كان يرتدي حزاما ناسفا لاستهداف أحد النقاط في مدينة عزان. وقال المسؤولون إن الإرهابي يبلغ من العمر 17 عاما، وقد حاول الوصول إلى النقطة وتم اكتشافه وتفجيره قبل وصوله. للحق قوة كامنة في حججه، لا يحتاج لعنف ولا ميليشيات، الحق العام قضية إجماع لا يحق لأي كان التنازل عنه تحت أي ذريعة ذهنية. هذا جزء مما كتبه أحمد ناصر حميدان في مقال عنون به مقالة وطني يستباح، نشر في يمن مونيتور، قال فيه أيضا: ذقنا وابل العنف والتأرجح وفق المصالح والحقن والشحن والتحريض، في كل مرة حبل الكذب والنفاق ينقطع وتتلاشى الأوهام وتنصهر الأحلام والطموحات، ويبرز مستبد متعجرف يبث فينا روح فرض الإرادات بسقوف عالية وفق سياسة لي الدراع والابتعاد عن التفاهمات والذهاب نحو الخطاب الهستيري مشحون بالتهم والمناكفة والشتائم والفضائح والترويج للإشاعات. وما زال المشهد يكرر نفسه بغباء سياسي، بتصدر التخلف والجهل والإرث العنيف، بعفوية ساذجة يتحول المثقف وحملة العلم والمعرفة لمجرد توابع يبررون ما يحدث، حيث يتغلب لدى البعض عرقه على علمه، مستعدا أن يتخلى عن مخزونه النظري والفكري وقيمه ومبادئه ليتسلط عرقيا أو طائفيا مناطقيا. مخاضنا اليوم هو صراع محتدم بين الحق والباطل، من يدعون أنهم من أهل الحق وعندما يتمكنون يمارسون الباطل، حيث يتمحورون مع المرحلة بكل مصالحها ورداءتها، لا التزام بشريعة السماء ولا بشرعية الأرض، يختار ولي أمره وفق مصالحه وشرعيته وفق أهوائه، يعلن خيرا ويمارس شرا، يفتش عن عورات الآخرين وعوراته مشاعة تعكر صفو الحياة، سيادته في الارتهان لغير الوطن، وهويته وفق بورصة المال والأعمال، وطنيته عندما يهان وطنه ويدوس أسياده كرامة مواطنيه بموازين النفاق والباطل، حيث صار المواطن يحتاج لكفيل ليزور أرض آبائه وأجداده، حيث يظهر الحليف كغاز وحضن لتفريخ شرعيات مقابلة بميليشيات مناوئة لتصنع زوابع إبقاء الوطن مرتهناً ونبقى تابعين. انتهاكات الميليشيا التي بلغت أشدها عام 2017 تتواصل، ففي محافظة الحديدة وكما يقول التغيير نت، شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات جديدة في صفوف المواطنين بتهمة التخابر مع التحالف، فيما أطلقت صراح قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام مقابل إلزامهم بالولاء للجماعة وحشد المقاتلين من أتباعهم إلى جبهات القتال.
قالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن أغلب المختطفين عبارة عن مزارعين بسطاء، وبعضهم ملاك متاجر ومطاعم شعبية، ولا علاقة لهم بالنشاط السياسي، إلا أن مسلحي الجماعة أقدموا على خطفهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة. وسائل إعلام تابعة للميليشيات في صنعاء ذكرت بأن الأجهزة التابعة للجماعة الإنقلابية تمكنت من اعتقال 5 أشخاص وصفتهم بالمرتزقة في مديريتي بيت الفقيه والحالية تابعتين لمحافظة الحديدة، وقالت إنهم متورطون في رفع الإحداثيات عن نقاط أمنية ومزارع لطيران العدوان، ما تسبب في خسائر كبيرة بحسب ما نقلته النسخة الحوثية من وكالة سباء هناك. أما في البيضاء التي شهدت معارك عنيفة، فقد أفاد مصدر عسكري ميداني للمصدر أونلاين إن القوات الحكومية سيطرت على موقع المشواف، أحد المواقع الاستراتيجية المطل على قرية المنقطع بمديرية ناطع. وذكر المصدر أن 8 من مسلحي جماعة الحوثي قتلوا وأسر 12 آخرين في الوقت الذي ما تزال المعارك العنيفة دائرة بين الطرفين. وفي عقبة ثرى جنوبي البيضاء قتل 2 من عناصر المقاومة وعدد غير معروف من الحوثيين بمواجهات مع الحوثيين وسط العقبة. ووفق مصدر ميداني فإن المواجهات اندلعت إثر هجوم للحوثيين على مواقع القوات الحكومية، لكن المقاومة تصدت الهجوم واستعادت السيطرة على مواقع محددة. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. حتى الشتاء كان خلال عام 2017 مختلفا وقاسيا. صحيفة العرب الجديد عنونت: الحرب والشتاء يقسوان على أيتام صنعاء. فمع اشتداد موجة البرد يلجأ طلاب دار رعاية الأيتام بصنعاء لفناء الدار كل صباح بحثا عن الدفء تحت أشعة الشمس، بعد أن عجزت بطانياتهم المهترئة على تدفئة أجسادهم النحيلة. محمد اليماني 5 أعوام يتحدث بعفوية وهو يلعب مع زملائه مرتديا سترته الرثة: الجري ما يخلينيش أحس بالبرد. طلاب دار رعاية الأيتام بصنعاء يعيشون وضعا مأساويا منذ سنوات، غير أنه ازداد سوءا خلال السنوات الأخيرة جراء الأزمة المالية وغياب الدعم الحكومي منذ اندلاع الأزمة الراهنة في اليمن. يقول مرزا هاشم نائب مدير دار رعاية الأيتام بصنعاء: قبل هذه الأزمة كنا نستطيع توفير الاحتياجات الأساسية للمأكل والملبس والتعليم، لكن خلال 3 سنوات الماضية تدهور الوضع ولم يعد بإمكاننا توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب. نقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلي في صنعاء قوله إن مواجهات اندلعت بين أفراد من قبيلة موالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومسلحي جماعة الحوثي في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء. وأفاد المصدر للأناضول مفضلا عدم كشف هويته لاعتبارات أمنية أن الحوثيين حاولوا اقتحام قرية الحطاب والمديرية لاعتقال عدد من سكانها على خلفية منعهم خطيب تابع للجماعة من الاعتلاء المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تصدي أهل القرية لهم وأجبروهم على المغادرة. وأوضح المصدر أن الحوثيين حاولوا اقتحام القرية مرة ثانية، لكن رجال القبيلة بها منعوهم ودارت مواجهات بين الطرفين قبل أن يدفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة للمنطقة بقيادة أحد القيادات الميدانية المقربة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. ووفق المصدر فإن الحوثيين خطفوا 14 شخصا من القرية، بينهم 6 من زعماء القبيلة الموالين للرئيس السابق، فيما لم يورد معلومات عن سقوط ضحايا إثر المواجهات. عام جديد
خال من المرارات، مقال للكاتب علي القاسمي نشره في صحيفة الحياة وقال فيه أيضا: العام الميلادي الجديد يطل، فيما العالم الجديد المحاط بالسلام والتعايش والأمن الحقيقي لم يأتي حتى الآن. عامنا الفائت كان من جملة الأعوام التي توشحت بالسلاح والسواد والدم والاستفزاز، وزاد من توسع الجراح أكثر من ذي قبل، وسكب عليها ما تيسر من الإحباط وفنون التخوين والتآمر، وإلا فإن الأعوام التي سبقته يئن كل منها بحزن مختلف وضجيج مخيب. خيباتنا المتلاحقة تجعلنا ننتهز أي فرصة للبهجة ولو كانت ضئيلة أو مخادعة، لنفرغ فيها الكبت ونطفئ الحرائق التي تشتعل داخلنا على رغم ملفات شجبنا. العالم بصدق ليس بخير، هو متشح بالجرائم والألعاب الهابطة، ليس بخير قطعاً، وإن كنا نضحك ونرقص ونعيش حميمية الليلة الأولى لعام ميلادي جديد. خوفنا الوحيد أن يكون امتداداً دموياً ناسفاً ونازفاً للعام الذي طويناه. شرق منغمس حد الخجل في غواياته وتنديداته، وغرب خائف لكنه يرسم لأن يكون أمانه على حساب تمزق وتفتت الذين يلعنونه في الصباح ويلعبون معه في المساء. سنجرب التفاؤل للمرة المئة، رغم أن الطائفية فتكت بنا والكراهية أعمتنا والعنصرية لعبت بالباقي. سنحاول للمرة الألف أن نصدق أن العالم يفتش عن السلام ويسعى لأن يصنعه. ربما يكون 2018 عاماً لإعداد خلطة استقرار على رغم أنف المحيط المضطرب. ربما، وما أدراك ما ربما. مع إطلالة العام الجديد ومع أول يوم منه في الأول من يناير كما تقول صحيفة البيان، سيشاهد العالم القمر بحجم كبير ما يعرف بسوبر مون، أو يطلق عليها القمر الذئب أو القمر العملاق وفق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ويعني السوبر مون أن القمر سيبدو كبير الحجم وأكثر ضوءا بدرجة كبيرة عن المعتاد، وهذا يعني اقتراب موقع القمر من مدار الأرض، ويقدر أن يظهر القمر بحجم أكبر 14% من المعتاد وبإشراقة تفوق العادي ب 30%. وتقول ناسا إن ذلك يحصل في العادة كل 13 شهرا، وإذا لم يحظى أي فرد بمتابعة القمر الكبير في مطلع العام الجديد، فأمامه فرصة في 31 من يناير 2018 لمشاهدة القمر بحجم أكبر ولون أزرق، والتي تحدث كل عامين ونصف العام. بحسب ناسا فإن قمر نهاية يناير سيأتي مصحوبا بخسوف كامل بوضعية القمر والأرض والشمس في خط واحد وتوسط الأرض بين القمر والشمس. أما صحيفة الحياة فتقول إن هاجس الأمن والصقيع يجمدان الاحتفالات برأس السنة، حيث تسببت موجة البرد غير المسبوقة التي تجتاح جزءا كبيرا من كندا في إلغاء الكثير من النشاطات الترفيهية المتصلة باحتفالات نهاية السنة، بينها حفلات في الهواء الطلق. يقول خبراء الأرصاد إن مئات الآلاف من المحتفلين الذين يقصدون ميدان تايمز سكوير في نيويورك قد يشهدون ثاني أشد الليالي برودة على الإطلاق، حيث أطبقت موجة قطبية على مناطق واسعة في الولايات المتحدة مسجلة معدلات هبوط قاسية في درجات الحرارة. في فرنسا أيضا تمت تعبئة كبيرة في صفوف قوات الأمن تحضيرا لليلة رأس السنة، وصلت إلى حوالي 140 ألف عنصر في مجمل الأراضي الفرنسية. وتتركز الجهود في باريس التي تشهد عادة تجمعات أكبر من سواها، خصوصا جادة الشانزليزيه، حيث يتوقع احتشاد حوالي 300 ألف شخص. برغم انحسار مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في العام هذا 2017 بسبب المخاوف، أو في عام 2018 بسبب المخاوف من هجمات إرهابية وأيضا لهجمات الصقيع غير المعتادة، بالإضافة إلى الحروب والكوارث التي حلت بالعالم، إلا أن هناك من أراد الاحتفال على طريقته الخاصة. جانب من هذه الاحتفالات اختصرتها عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، نتابعها معكم بجولتنا المصورة. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد اختتمنا حلقتنا لهذا اليوم وأيضا حلقتنا لهذا العام 2017. نتمنى لكم عاما جديدا يتحقق فيه الأمن والاستقرار. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير والوطن أيضا. في أمان.